السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم رق المرأة. اليوم إن شاء الله غادي نخرجوا من العالم ديال الطبخ، يعني ما غاديش نتكلموا في حاجة كتخص المطبخ، وغادي نمشوا لعالم آخر. هذا العالم صراحة أنا ماشي من اختصاصي، وماشي أنا مفتية أو داعية، أنا هادو غير بعض النصائح اللي أنا سمعتهم وبغيت واستفدت منهم، وبغيتكم حتى نتوما تستافدوا منهم وتحاولوا تطبقوهم في حياتكم، واستافدوا جميع ونطبقوا هذا الشيء في حياتنا باش نعيشوا واحد الحياه زوجيه سعيده وبدون منغصات. غادي نقول لكم واحد الوصايا، هذه الوصايا عن واحد السيده عاقله في زمن ما، يعني واحد السيده واعيه، بنتها بغات تزوج وكانت واقفه على العرس، يعني هذيك الساعه عندها العرس ديالها. سمعوا اشنو قالت هاد السيده لبنتها. قالت ليها: اي بنيه كوني له امه يكون لك عبدا. يعني هاد الوصايا هي غادي توصيها لبنتها. قالت ليها: كوني له امه يكون لك عبدا، واحفظي له خصالا 10 يكون لك ذخرا. يعني قالت ليها: انت خاصك تكوني ليه امه في الاول باش هو يكون لك عبد. وهاد وقالت ليها هاد الخصال 10، يعني سميتهم هما خصال، يعني شي حاجه حميده زوينه. قالت ليها: عملي بهم في حياتك باش يساعدوك. يعني هاد السيده عكس بعض السيدات، وماشي كلشي السيدات، لان كاين السيدات اللي واعين وعاقلين ونصحوا بناتهم هما مقبلات على الزواج نصائح مزيانه اللي استفدوا منها وعاشوا بها حياه سعيده وما فيهاش منغصات. وكاين السيدات اللي من قلت الوعي وباقي كيامنوا بالافكار القديمه كيوصوا بناتهم واحد الوصايا خاطئه، كيقولوا لها عكس ما هاد السيده كتقول لها: كوني له امه يكون لك عبدا. هما تيقولوا لها: لا، ما تكوني، ما تخضعيش ليه، راه من النهار الاول يموت المرش، حين حتى شي انت خضعتي ليه غادي يحكم عليك وغادي يستعبدك وما غاديش يخليك تعيشي حياتك، وغادي تعيشي غير خدامه عنده، ما غادي تخرجي، ما غادي تدرجي، ما غاديش تحققي احلامك. في حين هما هاد النصائح اللي كيعطوها بالعكس هما كيدمروا لها حياتها، لان هي غادي عند الراجل وكتشوف فيه عدو ديالها ماشي الزوج ديالها. واخا هي باغا تزوج وتكون اسره، ولكن في نفس الوقت كتشوف فيه بحال العدو ديالها، باغاه وما باغاه في نفس الوقت، باغاه ولكن ما باغاهش يحكمها. في حين ان لو هاد الامهات كانوا كيوصوا ولادهم بهاد النصائح اللي هي مزيانه، غيوفروا عليهم بزاف الحوايج، غيوفروا بزاف المشاكل اللي كيوقعوا فيها الناس باصل ان الزواج ملي كيدخلوا ليه واحد جوج راه ما كيكونوش عارفين اشنو فيه، دائما كياخذوا الخبره او التجارب الناجحه كياخذوها من عند اسلافهم، الناس اللي قبل منهم في الزواج او من عند الناس القدام. في حين هاد الناس القدام كيوصلوا افكار بعض المرات خاطئه اللي كتدمر هذوك الناس اللي هما يلاه دخلوا الحياه الزوجيه. المهم هاد الام سمعوا اشنو قالت لبنتها، بدات لها الوصايا وقالت لها: اما الاولى والثانيه فالخشوع له بالقناعه وحسن السمع والطاعه. يعني قالت لها: بنتي خاصك تسمعي من راجلك وتطيعيه، يعني تسمعي الهضره اللي غيقول لك وتطيعيه، وتطيعيه في الحاجه اللي ما كتغضبش الله. قالت لها: اما الثالثه والرابعه فالتفقد لمواضع عينه وانفه، فلا تقع عينه منك على قبح ولا يشم منك الا اطيب ريح. يعني عين راجلك ما خصها تشوف فيك الحاجه الخايبه، دائما خصها تشوف فيك الحاجه الزوينه، خصك دائما تكوني زوينه، زوينه بالمقدار اللي عطاك الله في الجمال، ماشي بالضبط تكوني واحد المراه فاتنه باش انت داك الراجل اللي بغيك، لا، يعني غير داك الجمال البسيط اللي عطاك الله تهلاي فيه وحاولي تحسني منه وحاولي تهلاي في راسك باش تبقاي ديما زوينه في العينين ديال راجلك. قالت ليها: وما يخصوش يشم منك شي ريحه اللي ماشي تلهي. يعني دائما وصاتها انك خصك تكوني نقيه وتكوني زوينه في عينين راجلك وتهتمي بنفسك، يعني لهتميتي بنفسك راك اهتميتي براجلك. في حين ان بعض البنات حاليا وبعض العيالات يعني كيهتموا، كتلقى المراه كتهتم براسها غير ملي كتبغي تخرج للزنقه، وملي كتكون في الدار لا حول ولا قوه لها. يعني الراجل ملي كيدخل من الخدمه راه كيلقى يعني ما كيلقاش داك الاهتمام اللي هو باغي،
وفي عكس منك تجي تخرج معاه غادي لشي بلاصه ولا مسافرين ولا خارجين يدوروا كيشوف انها يعني ماشي هي ديك الانسانه اللي عايشه معاه في الدار، في حين هي خصها تجمل راجلها، تكون زوينه في عين راجلها، اشنو بغات عند الناس الاخرين. واما الخامسه والسادسه فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبه وتنغيص النوم مغضبه. يعني راجلك غتفقد الوقت اللي كينعس فيه والوقت اللي كياكل فيه، راجلك راه كيجي في اولى اهتماماتك، يعني راجلك هو ماشي الاولى، هو الاهم في الجدول ديالك. يعني راجلك خاصك تعرفيه الوقت اللي كيبغي ينعس فيه، الوقت اللي كيبغي يرتاح فيه، الجو اللي كيبغي يرتاح فيه، الاكل، الوقت اللي كيبغي ياكل، شنو الماكله اللي كتكون كتعجبه. قالت ليها فإن تواتر الجوع ملهبه، يعني راه الراجل ملي كيجوع راه كيغضب. احنا راه عندنا هذا المثل ملي كيقول لك اقرب طريق الى قلب الرجل هي المعده ديالو، يعني الراجل راه يعني راه الماكله والشبع والحاجه الزوينه اللي غياكلها مرتبطه بواحد الاحساس زوين. يعني انت ملي غادي توجدي ليه داكشي اللي كيبغي ياكل، ملي غتهتمي بالاكل ديالو، ملي غادي يكون ديما جاي داخل الدار يلقاك موجده ليه الماكله ديالو، راه غادي يكون هو نفسيته مرتاحه. يعني هو دائما كيشوف منك غير كديري ليه غير الحوايج الزوينين، علاش انتي غادي تغضبي؟ علاش انتي غيكون بيناتك انتي والمشاكل مادام انتي ما كديريش الحاجه اللي كتخلق المشاكل. قالت ليها ما تنغصيش عليه المنام ديالو، يعني ماشي الراجل جا مسكين نهار كامل وهو يا خدام، وملي يجي يبغي ينعس عادة باش المرأة كيجي هذاك الهضرة والمشاكل في الليل، او الدراري كيبقاو يطلعوا حدا باهم ينقذوا. الوقت اللي غيلعب مع ولادو راه غيلعب مع ولادو، ولكن الوقت اللي هو باغي يرتاح وياخد فيه القسط تاع الراحة خاصك تهيئي ليه الجو المناسب لراحته، باش ملي ينعس ويفيق عرف انت المجهود اللي كتبذلي معاه باش هو كينعس مرتاح، لان تا هو مسكين راه كيضل خدام ومن كيجي للدار كيبغي يرتاح. غيقولوا لي بعض السيدات هادشي حنا كله عارفينه، سمحوا لي راه كيف ما كاينين الناس عارفين كاينين سيدات اللي ما عارفينش وباقين هادشي كيسمعوا عليه بحال غير بحال القصص، باقين ما عارفينش هادشي، باقي لحد الان عايشين في المشاكل بسبب هذاك بسبب هذيك الفكره اللي هي في الاصل جايباها معاها كيفاش خاصها تحكم الراجل، او بسبب الوساوس اللي كيوسوسوا ليها عائلتها او صحاباتها، او كيوسوس ليها المجتمع ديالها، لان كتشوف فلانه كتقول لك لا راه حاكمه على الراجل، لا راه فاعله ليه عاد باش كيخضع ليها. ما كتفهمش بان كاين شي حوايج ما كيجوش بانك بالقوه، راه شي حوايج كيجو بالسياسه، خاصك تنحاني لواحد الانسان باش هو ينحاني لك. قالت ليها اما السابعه والثامنه فالاحتراس بماله والارعاء على عياله، وملاك الامر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. يعني خاصك تحرصي على المال ديال الزوج ديالك وعلى تربيه الاولاد ديالك، يعني راه انتي المسؤوله، اللي كيغيب الزوج شكون مسؤول؟ المراه هي المسؤوله على هذاك المال وعلى هذاك، يعني خصك تعرفي فاش غادي فاش غتنفقي داك المال، فاش خصك تداخري لراجلك داك المال اللي هو تيتعب فيه وتيجيبه، خصك انتي تداخريه باش غادي هو اللي غادي تبني به داك المستقبل ديالك، ودوك الوليدات خصك تربيهم مزيان وتحوطي عليهم، لانهم هما الصوره ديالك. ملي كيكبروا الوليدات راه هما الصوره اللي كتعكس، هما المرايه اللي كتعكس الصوره ديال والديهم، يعني دوك الوليدات راه النتاج ديالك انت وهذاك الاب. الاب طبيعي مادام هو خدام كيلقى المسؤوليه على المراه، والمراه هي اللي كتهتم في الدار، هي اللي كتربي في الاول ماشي الاب، الاب من بعد، لكن الاول المراه هي اللي كتعطي المبادئ الاوليه ديال التربيه. يعني المراه اللي عارفه تربي راه ملي غيكبروا داك الوليدات غتولي ملي كتشوف فيهم كتشوف صورتها هي، يعني هي كيفاش كانت راه كتشوف، لكانت هي واحد الانسانه اللي هي عاشت وطبقت هاد الوصايا وفعلا نجحت في حياتها، راه اكيد ولادها غادي يكونوا ناجحين بحالها وبحال باهم، ماشي بحال دابا المراه باغا غير تجمع مع صحاباتها، باغا تخرج ما مسوقاش، عندك الفلوس كامله اللي الراجل كيتعب فيها هي ما كتعرفش تصرفها، كتبرزع هنا وهنا.
ما كتداخر حتى حاجه، ما كيديروش المستقبل ديالهم. بالتالي الوليدات كيجي الدري يقول لها، كتكون هي مجمعه ولا جالسه مقابله اليوتيوب ولا جالسه مقابله التلفازه، الدري كتعطيه دراهم كيخرج سير لعب سير السيبر سير هنا سير هنا سير هنا، ما كتفقد هي وما كتجيبها العقل. حتى كيكبر داك الدري كيدير 21 سنه 24 سنه، كتولي تشوفو جنب الحيوطه كتفكر اشنو المشكل. من غترجع الذاكره غتلقى هي هذيك الوصيه اللي هي ما طبقتش هي اللي رجعت عليها في الاخر. قالت ليها واما التاسعه والعاشره، يعني التاسعه والعاشره، فلا تعصين له امرا وإن خالفت أمره أو غرت صدره. يعني ما تعصيش ليه الأمر، كيف قلنا ما تعصيش الأمر لراجلك في الحاجة اللي ما كتغضبش الله. أما الحاجة اللي كتغضب الله ما خصكش تطيعي فيها. وإن خالفت له أمره أو غرت صدره، يعني الراجل ملي كتخالفي ليه الأوامر ديالو وما كتبغيش تسمعي الهضرة ديالو، راكي كديري واحد الضغينة عنده في القلب ديالو، لانك بحالك تقولي ليه انت راه والو، انت راه لا شيء. في عكس ان الراجل ديالك راه هو القدوة ديالك، هو المثال ديالك. يعني انت ملي كتخرجي من البيت ديال عائلتك صافي، راه كيبقى هذاك الراجل اللي هذاك الراجل اللي غتجي عنده غتعيشي معاه حياتك، كيولي بالنسبة لك هو كل شيء، هو القدوة ديالك، هو المثال الاعلى، كتشوفي فيه احسن واحد. يعني اي حاجه قالها لك خاصك تطبقيها، لان حنا اللي كنا كنقتادوا بشي واحد وبالنسبه لينا هو المثال الاعلى. اي حاجه كيقولها لينا كنبغوا حنا نديروها باش كنرضوه. بحال هكاك الزوج ديالك، يعني هو المثال الاعلى ديالك، خاصك دائما تطيعي باش ما ديريش واحد الحاجه خايبه في الداخل ديالك. قالت ليها ثم اياك والفرح بين يديه ان كان مهتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. يعني ماشي راجلك يكون جاي مهموم أو عنده واحد المشكل وانت تكوني فرحانة وسعيدة، لا، راجلك إلا كان مهتم خصك تهزي معاه الهم ديالو، وخصك تحزني لحزنه وتفرحي لفرحه. قالت ليها ولا كان الراجل مكتئب، إلا كان عفوا الراجل فرحان ما تكتئبيش انت، لأن الراجل داخل فرحان والمرأة كئيبة صافي تا هو راه غادي يكتئب، تا هو راه غادي تسد ليه النفسية ديالو. يعني الراجل كيكون بعض المرات فرحان وناشط بشي حاجه وباغي ينشط مع وليداتو ومرتو، كتجي المراه كتسد عليه داك الفرحه، كتنغص عليه داك الفرحه، صافي ما كيبقى يبان ليه حتى حاجه. كيف قلت لكم البنات، هادو هاد الخصال الوصايا العشره اللي عطات هذيك السيده لبنتها هما هادو. انا كنتمنى يعجبوكم وتحاولوا تطبقوهم وتكونوا صابورين. يعني السيدات اللي كيف قلت لكم ناجحين في حياتهم الله يوفقهم، اما السيدات اللي عندهم مشاكل في حياتهم يحاولوا هاد الوصايا يطبقوها على حياتهم على الاقل لمده 3 شهور وغيلقاو نتيجه. ماشي غتقولي بان لا هاد الراجل انا راه كندير ليه هادشي كله هو ما مسوقنيش، او لا هاد الراجل لا راه ما كيتبدلش، او لا الا طبقتي هاد الوصايا كوني على يقين ان هاد الراجل غادي يتبدل. ما يمكنش تطبقي هاد الوصايا كاملين وهاد الراجل ما غاديش يعني 100% ما غاديش تبقى عندكم المشاكل الزوجيه والمنغصات في حياتكم. وكنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس وديروا لي جيم وتخلوا لي التعليقات الزوينين ديالكم اللي كيشجعوني. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.